أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعين الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة. أولا سنبدأ بسيلة وألب نفروز اللذان كان حديث هذا الشهر، وعلى أنهم على علاقة اليوم تبين أنه لا يوجد شيء بينهما، وهناك فقط تعاون على العمل لا غير ولا أقل، حيث تبين أنه كانت هناك جلسة تصوير تجمع بين سيلة تورك أولو وألب نفروز بعدما رجع من المغرب مباشرة، وقاموا بتصوير إعلان وكان هناك عقد مسبق من قبل، وأن ألب نفروز يحب فتاة أخرى ولم يترك حبيبته السابقة، وأن العمل تقدم لألب وسيلة قبل نزوله إلى المغرب. كما أيضا تبين أن ألب نفروز تعرف فقط مؤخرا على سيلة لم يعرفها من قبل كما يقول البعض. كما أيضا هذا الإعلان سينتشر في كل تركيا وفي غلاف المجلات، يعني سيلة إن شاء الله ستصبح أكثر شهرة، نتمنى لها دائما التوفيق يا رب. كما أيضا أصدقائي اليوم تم إصدار العرض الترويجي الجديد من نهاية الموسم الأول من سلسلة شراب التوت البري، وحظي الإعلان باهتمام كبير من طرف الجمهور والصحافة، وتحدث عن الإعلان كل من دينيس تورال وبيرسين، وقالت بيرسين تحت عنوان عريض تداح خاتمة الموسم الأول لسلسلة شراب التوت البري الذي يعرض مساء يوم الجمعة على قناة شو تي في، وأكملت قائلة مسلسل شراب التوت البري هو أحد المشاريع التي ميزت هذا الموسم بموضوعه المثير للجدل وتمثيله القوي في الحلقة الأخيرة من المسلسل، إنها سلسلة لا تنسى، والحلقة الأخيرة ستذهلكم بزفاف نور سيما وآموت، وتحاول نور سيما وآموت التعود على الحياة الزوجية، وسيكون دخول المنزل امتياز، يعني علامة على أن هذا الزواج سيكون صعب للغاية، ودغى التي تتوقع التوأم ستهز الأسرة بأكملها في العشاء الذي أعدته بنفسها، وتقول لزوجها فاتح أنا سأطلقك في ختام المسلسل، وسيكون هناك مشهد لحادثة ستهز جميع أفراد الأسرة. يعني أصدقائي ستكون حلقة رائعة أكيد، وسوف تحظى بتقييمات غير متوقعة، نتمنى ذلك. والجمهور يتوقع أن عمر سيموت في هذه الحادثة، لأن الصفحة الرسمية لسلسلة شراب التوت البري أنزلت إعلان تقول فيه هناك قتيل وجريح في المقطع الدعائي الثاني للحلقة 29، ومن خلال هذا الإعلان الكل توقع موت عمر، يعني ستكون نهاية موسم مؤثر حقا، والجمهور يتطلع إلى المواجهة التي ستكون بين فاتح ودغ عندما ستقول له سأطلقك بناء على خيانتك لي، وسوف ترمي صورة خيانته على الطاولة أمام الجميع. بصراحة إنه مسلسل رائع ولا نستغرب لأن طاقم الممثلين من الدرجة الأولى. كما أيضا اليوم تم تنزيل العديد من الصور والاحتفال بنهاية الموسم من سلسلة شراب التوت البري، وحتى الإعلان للحلقة الأخيرة في غضون 9 ساعات وصل إلى ما يقارب تقريبا 2,000,000، ولم يتبقى الكثير للوصول إلى 2,000,000 كما قلت، وهذا يدل على نجاح السلسلة. المهم أصدقائي نتمنى لكاست العمل النجاح والتوفيق، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.